خلينا نقول في الكلمه الاولى، اولا كنشكروا السيدات والسادات اعضاء المجلس على التجاوب ديالهم، وغنكونوا حنا ان شاء الله عند حسن الظن الساكنه، وحنا عندنا الخطه العامه ان غنجتمعوا نشتغلوا جميع الفرقاء السياسيين، حنا رئاسه للجميع، ونحاولوا نساو جميع الخلافات الماضيه. والمسؤوليه اللي تبعنا دابا جسيمه جدا، سنكون عند حسن الظن لا صاحب الجلاله نصره الله ولا الساكنه ديال المدينه، والله يوفقنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.